السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم مع اخوكم مصطفى البارودي. مرحبا بكم في قناتكم. اللي مازال ما مشتركش خوتي يشترك معنا، مرحبا بكم في اي جديد. الخوت، اليوم الخطاب ديال رئيس الحكومه اللي جاود وفيه على بزاف ديال الاجراءات من ضمن يعني المدن ولا الجهات اللي غادي تدخل في فاسيتريس من ضمن هذا المؤتمر الصحفي اللي دار فيه هذا الخطاب. دخلت واحد الصحفيه مشكوره وسولاتو على الوضع ديال المهاجرين وتسويه المهاجرين، واش ممكن اسبانيا انها دير تسويه المهاجرين بحالها بحال ايطاليا ولا بحال كاع الدول اللي كطالب. كما شفتوا راه خرجت يعني في فرنسا كانوا تما كاين يعني المهاجرين كيطالبوا خرجوا في مدارس سلميه وطالبوا، كذلك هنايا في اسبانيا يعني كيدويو على هذا الموضوع. كذلك هنا في اسبانيا دائما كانوا كيدويو على الموضوع ديال التسويه، بزاف ديال الجمعيات الى اخره. يعني الان هاد الصحفية هادي كانت عندها الجرأة باش انها سولات رئيس الحكومة شخصيا، هو تكلم تا هو في هذا الموضوع. المهم الخوت، غادي نخليكم تصنتوا للخطاب ديال رئيس الحكومة ومن بعد غادي نرجعوا لكم. هانتوما الخوت، هو هذا الخطاب. Digamos, he asumido en primera persona y creo que es una buena guía de conducta para el conjunto de gobernantes. Sobre la cuestión del CETI, pues, en fin, son en varias ocasiones en las que no solamente estos colectivos del tercer sector, sino también el propio gobierno y el Ministerio, en este caso de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, ha hablado de ello. Es verdad que los CETIs son una realidad que tenemos que abordar y tenemos que abordarla para dignificarla. En eso está el gobierno de España. En cuanto a la regularización, la verdad es que no he tenido un planteamiento de ello porque he estado durante estos meses dedicado a otra cosa mucho más urgente, pero tomo nota de ello, de esta reivindicación, y en relación con Alcoa creo que ha respondido a la colega de Galicia. كما شفتوا خوتي، كان يعني الرد ديال رئيس الحكومه بعد ما سولاتو داك الصحفيه على التسويه، فجاوبها قال لها يعني الان انا راني ما كنتش مطلع على هذا الموضوع، انا سجلت هذا الموضوع هذا لانه عطى التبرير، قال لها انا ما كانش يعني في خباري هذا الموضوع هذا ديال مش ما في خباروش، يعني ما كانش على اطلاع عليه هذا الموضوع ديال المطالبه بالتسويه وهاد المنظمات وهذا الشيء. قال لها يعني لانني ما كنت مشغول، كنت مهتم بامور يعني مستعجله اكثر. هنا هاد الامور خوتي كتعرفوا ديال الكورونا فيروس وهاد الامور، يعني كمسكين مهتم بهاد الامور ديال عدد الوفيات والسبيطارات والادويه الماسكاريات، يعني ديك الامور اللي كانت مستعجله كما قال هو. قال كنت مهتم بامور مستعجله لانه ما كانش على اطلاع بهذا الموضوع ديال المطالبه بالتسويه. قال بان هو راه سجل يعني الموضوع عنده، يعني غادي يبحث فيه، يعني مادام قال بانه راه سجل الموضوع يعني كيواعد باش انه غادي يبحث في هذا الموضوع، وممكن ان شاء الله يكون شي جديده ولا يكون دابا شي تفاعل. لان الموضوع دابا هاد الصحفيه هادي مشكوره هي وصلاتو يعني الرئيس الحكومه، يعني من بعد فاش وصل الموضوع ديال التسويه ولا المطالبه بالتسويه رئيس الحكومه، يعني الحمد لله راه يعني وصلت دابا لودنيه كما كنقولوا. دابا هو يعني كما في الاجابه ديالو قال بانه ما كانش يعني على اطلاع وكان مشغول بامور مستعجله الى اخره. الان بفضل هاد الصحفيه هادي هو وصلوا وجاوب امام يعني امام الملا في التلفازه، وقال بان الموضوع ديال ريغولزاسيون يعني راه دابا سجلت هذا الموضوع هذا باش انني يعني غادي نبحث. فاش كيقول لك سجلته يعني صافي انا درتو عندي في الكناش ديالي، غادي نقدر نمشي للاجتماع مع الحكومه وهذا ونجبد هذا الموضوع هذا. كما كتعرفوا اخوتي، ايطاليا يعني شكون كان السبب ديالها؟ هو داك الوزيره اللي كانت وزيره الزراعه اللي كانت يعني دخلت في هذا الموضوع، عرفته مزيان ووصلها الموضوع مزيان. كما الحمد لله نتمنوا بان يكون دابا رئيس الحكومه يقدر يمشي ويبحث في هذا الموضوع ديال التسويه، ويعني ويخرج بشي قرار يعني شجاع ومزيان اللي يفيد المهاجرين. في ايطاليا كما قلت لكم كان السبب ديال التسويه ديال المهاجرين اللي تما في ايطاليا هي ديك الوزيره ديال الزراعه. علاش؟ لان هي مشات للدوسي مزيان وفهماته. قالت بان عندنا نقص في اليد العامله، الفلاحه غدد علينا الى كذلك، الناس هما مساكنه في هذا الكورونا ما يستافدوش من الطب، ما يستافدوش من الدعم هذا. يعني بزاف ديال المواضيع درساتها ودفعاتهم دفعات داك الدراسه ديال داك الدوسي دفعها باش انها تشجعات وهزاته بما اوتيت من قوه. راكم كتعرفوا فاش هدات الحكومه وقالت بان يعني الا الحكومه ما استجبتش للطلب ديال التسويه للمهاجرين في ايطاليا هي غادي تقدم الاستقاله ديالها.
يعني دافعات فعلا، ولكن مش غير قالتها غير هكا، قالتها وعطات الأدلة، وعطات يعني ها علاش وها علاش وها علاش، لحيتاش إلى هدرنا لهم تسوية غادي تولي عندنا يد العاملة، غادي ننفع الاقتصاد الإيطالي، إلا درنا لهم تسوية غادي تكون عندنا يعني حقوق الإنسان، غادي تا هما تولي عندهم الضمان في الصحة، الضمان في الاستفادة، العيش الكريم في العمل. هذا قالت بأن كاين سوق سوداء، الناس راهم كيخدموا ماشي ناعسين، ولكن راه فين خدام؟ خدام في السوق السوداء. السوق السوداء أول متضرر شكون هو؟ هي إيطاليا. يعني عطات بعض التحليل اللي هو يعني منطقي. كذلك هنايا نتمنى بأن شي واحد يعني يهز هذا الدوسي هذا الآن. دابا راه سمعوا رئيس الحكومة اليوم في الخطاب ديالو، اليوم في الشهر شحال الخوت، أنا نشوف شحال في الشهر، اليوم في شهر 7، يعني 7 في شهر 6، في الخطاب ديال رئيس الحكومة اللي هو اليوم الحد بمناسبة ديال يعني شرح شنو هما المناطق اللي غادي يدخلوا الفاسي 3، شكون اللي يلاه تدخل الفاسي دوس، لأن مدريد يلاه تدخل الدوس، أندلسيا وبزاف ديال المناطق، يمكن غاليسيا وشي مناطق الفوق، إكستراميدورا غادي يدخلوا الفاسي 3، والفاسي 3 يعني غادي تحل فيه الفرونتيرات، الحدود بين المدن، حيت قبل ما كناش تقدر مثلا تمشي من مدينة لمدينة، الان دابا في فاسي تريس ممكن، لكن غادي يدرسوا الاجراءات الى اخره. من بعد ان شاء الله غادي نحط لكم التفاصيل ديال الخطاب ديال رئيس الحكومه فيما يخص التحركات ديال الناس هنايا في المناطق اللي دخلوا الفاسي تريس. المهم خوت، اول حاجه هو الحمد لله هني كما كنقولوا الدوسي، بزاف كنسمعوا بان الرئيس ديال الجهه ديال اراغونا طالب بيدرو سانشيز بالتسويه. البارح سمعنا بان اقليم كاتالونيا حتى هو قدم يعني غادي يقدم طلب يعني رسمي رئيس الحكومه بالتسويه للمهاجرين اللي كيبلغوا في اقليم كاتالونيا 150 الف. اقليم كاتالونيا بوحدو اللي مسجله 150 الف مهاجر، يعني ما عندهمش الوراق سين بابيليس، يعني هادوك يعني كيطالبوا الحكومه ديال الغوبيرنو ديال كاتالونيا، كيطالب الغوبيرنو يعني ديال بيدرو سانشيز بالتسويه لهاد 150 الف، زائد ديال اراغونا، زائد يعني بزاف ديال المناطق، زائد راك تعرفوا في بيلباو تاهما الناس كانوا خرجوا بعض المنظمات يعني حقوقيه اسبانيين اسبان كانوا خرجوا هما كذلك، يعني طالبوا بالتسويه كما كتشوفوا في فرنسا كذلك خرجوا المهاجرين تما، يعني كاين واحد التحرك. الدوسي هذا دابا راه يعني وصل لصناع القرار الكبار، الناس اللي كيتاخذوا القرار دابا صافي راه وصلهم الدوسي. قبل كنا كنقولوا واش بيدرو سانشيز واش في اخباره واش لا، مع كان كيجاوب غير وزير الهجره هو اللي كان كيرد كيقول بان حق اسبانيا ما كانش ليها دير ديك التسويه كما دارت ايطاليا، لان اسبانيا المهاجرين كيستافدوا من الصحة من هذا، وحنا عندنا القانون ديال 2008 مع الاتحاد الأوروبي كيمنعنا باش نديرو التسوية الجماعية إلى آخره، يعني بدا كيتهرب واحد التهربات. لكن الآن راه وصل صانع القرار اللي هو رئيس الحكومة. رئيس الحكومة هو صانع القرار، غادي يصنع القرار ويحطو للبرلمان غادي يدوز. يعني لا رئيس الحكومة فهم الدوسي ودرسو مزيان اقتصاديا، قالها الافاده الاقتصاديه اللي درنا اللي عطينا لهاد الناس الوراق، غادي ما يبقى السوق السوداء، غادي الاقتصاد الاسباني ينتعش. الاقتصاد الاسباني كيتاكل على الفلاحه، حنا ما عندناش الاسبان ما كيبغيوش يخدموها، معروفه هذه، وهما كيقولوها في الجرائد ديالهم وفي التلفازه، خصنا لي ميغرانتي سا هما عندنا هاد اليد العامله نأطروها ونديروها الوراق الى اخره، باش الصوره ديال اسبانيا مع العالم في حفظ حقوق الانسان وحفظ الكرامه الانسانيه غادي تزيان، يعني يكون افونتاج، زائد ان غادي نستافدوا اقتصاديا كما قال داك نائب ديال رئيس ديال حزب بوديموس من بعد ما كانت حلت ايطاليا، كان خرج ودوا ودار في تويتر، دار واحد التغريده ديالو في تويتر اللي كانت مشهوره، قال على اسبانيا الان في تويتر، كتلحت لكم الفيديو قبل، قال على اسبانيا الان بالتسويه الجماعيه لجميع المهاجرين، قال الافاده اقتصاديا، اولا غادي نستافد اسبانيا غادي تستافد اقتصاديا، وثانيا غادي تكون حفظ الكرامه الانسانيه، وهاد الاحزاب اللي بحال بوديموس اللي هو هاد راه مسكين هذاك ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عنده كريريسا، اللي هو النائب الاول ديال الرئيس ديال حزب بوديموس اللي هو بابلو ايغليسياس، وبابلو ايغليسياس هو النائب ديال رئيس الحكومه اللي هو بيدرو سانشيز، يعني راه كما كنقولوا راه دابا صنع القرار في خبارهم، في خبار الموضوع راه داير بيناتهم، راه هادي يعني خص غير الوقيته اللي يعني ان شاء الله اللي تجي ساعة الصفر باش انه يخرج لنا حنا هنا القانون في اسبانيا، وفرحوا بزاف.